يعملون نشوف القناة دي في القصيم، هل هو في وسطها ولا خرج عنها؟ طيب هنا القصيم، أوه 17. إذا لعب فوق ال 17 فهذا يريحك، ممكن إن شاء الله يبدأ يبحث عن 18 30 مضاربيا. من أهم مقاوماتك ما بين ال 18 إلى 18 30 لو تمركز فوق ال 17، هذا شرط في إيجابية القصيم على اليومي، إنه بكرة يرتد فيدخل داخل القناة، يعني يرجع فوق ال 17، تصير من أهم مقاوماته 18 18 30. أما في حالة النزول وكسر 16 ريال 40، 16 ريال الله يستر ما نشوف نفسنا مع الوقت ما بين 15 إلى 14 ريال من جديد. طيب لو عرفنا الآن نسبة تصحيح القصيم من قاع كورونا، يوه والله بينا إنه ال 38 فيه ب 17 40. يلا انت بكره ان شاء الله لو لو لو, لو السهم كان اخضر فوق ال 17، يلا 17 40 18 18 30، هذا نطاق حركتك، بس اكثر من كده لا تحاول تلعب باكثر من فرق الريال والريال و20 هلله دي. وزي ما قلت لك اذا رجع فكسر 16 15 70 الوعد قريب 14 ريال 61 فيبو، ومن هنا بدأ ينطلق القصيم عندما استطاع أن يخترق ترند هابط وولعت الحفلة من عند 13 80 14، وهنا يدعمك متوسط ال 200 يوم على اليوم. خلاص يا راعي القصيم.